أشواق في إفريقيا. ويظهر في الصور بعض المتظاهرين وهم يحطمون نوافذ السفارة بينما أضرمت النيران في محيطها. أعتقد أنه يجب أن يسود الاحترام في نظرتنا لبعضنا البعض. يجب أن يحدث تغيير في تعاوننا مع فرنسا وأوروبا. انظروا إلينا بطريقة مختلفة فيها احترام لنا، واعتبرونا شركاء حقيقيين. لا تنظروا إلينا دائما نظرة أبوية مع فكرة أنكم تعرفون دائما ما يصلح لنا. قررت الحكومة المالية طرد السفير الفرنسي وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد. طالبت بوركينا فاسو برحيل الجنود الفرنسيين عن أراضيها في غضون شهر. أنهى قادة الانقلاب في بيان مهمة سفراء النيجر في فرنسا. خلفاء فرنسا وأولياؤها في القارة الأفريقية بدأوا يتمردون عليها الواحد تلو الآخر، وربما ماكرون يذكره التاريخ الفرنسي في المستقبل، يذكره المؤرخون على أنه الذي قضى على النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية. Il a été viré de la manière la plus dégradante du Mali et du Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a un risque à la fois pour nos ressortissants au Niger, à la fois pour les intérêts économiques et diplomatiques de la France. مؤخرا القارة السمراء بدات كتخلى على الهيمنة الفرنسية من جميع الجوانب. هذا الشيء كيبان بشكل مباشر في السياسة الخارجية ديال بعض الدول اللي استقلت سياسيا عن فرنسا كالمغرب، واللي ما بقات كتقبل الإملاءات الفرنسية، وكيبان أيضا بشكل غير مباشر عن طريق الاضطرابات والانقلابات في الدول اللي تابع نظامها السياسي لفرنسا كبوركينا فاسو، غينيا، مالي، تشاد والنيجر مؤخرا وما يقع فيها. طبعا فرنسا اللي أسست لنفسها إمبراطورية استعمارية في إفريقيا اليوم بدأت كتفقد بشكل مباشر وغير مباشر السيطرة مع تنامي العداء للدولة الفرنسية طبعا والخطابات ماكرون، بالرغم من الزيارات الميدانية اللي قام بها واللي في نفس الوقت واجهوه مجموعة من الأفارقة، مجموعة من الخطابات اللي وضحت له على أن اليوم الخطاب الإفريقي مات لكي الخطاب اللي يعرف والعقلية الإفريقية اللي مولف مات لات كينا، ووصلوا له على أن إفريقيا وصلها الحال باش تخرج من الهيمنة ديال فرنسا. وهذا الشيء اللي طبعا تنبأ له المغرب ونوع الشراكات دياله ونفاتح على الصين ونفاتح على روسيا وفاتح لمجموعة من الدول وخرج من هيمنة الفرنسية. نفس الشيء اليوماتية اللي كتقوم به مجموعة من الدول الإفريقية مع بعض الحكام الجدد ديالها اللي كتحاول تخرج من السيطرة الفرنسية وتنفتح لروسيا وتخلي روسيا هي الشريك الأساسي، لأن فرنسا لم تعد موثوق بها بالنسبة لهؤلاء الأفارقة وفقدات المصداقية عندهم. ولهذا كاين اليوم يأتي واحد تقارب إفريقي روسي يضرب في الصميم مصالح فرنسا ومصالح ماكرون داخل القارة السمراء. اليوم اللي بغينا نقوله من خلال هذا الفيديو، لولا السياسة الخارجية ديال جلالة الملك لكن اليوم هي يقع لنا ما يقع لا قدر الله في النيجر في بعض الدول الإفريقية، ولكن فضل هذه السياسة وفضل المبادرات وفضل تنويع الشراكات اليوم هي المغرب قطع مع الهيمنة ديال فرنسا اللي كانت مسيطرة علينا في مجموعة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واللي بغينا نقول اليوم هو على أنه هذا إشارة لبعض المطبلين داخل المغرب لفرنسا واللي كيحملوا الجنسية ديالها اليوم هي كنقولوا لهم على أنه حان الوقت باش يقطعوا مع هذه الثقافة الفرنسية اللي مازالت متغلغلة في مجموعة من المؤسسات العمومية وغير العمومية وفي الجامعات وفي المدارس، لدرجة على أنه حتى أسماء الطلبة ونتائج الامتحانات وفي الأبناك وغيرها كتخرج باللغة الفرنسية وما تخرج باللغة العربية للأسف الشديد. اليوم هي يجب أن نعطي قيمة للغة ديالنا، اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وخرجوا من السيطرة الفرنسية، السيطرة الثقافية اللي مازال في ذهن بعض المسؤولين والسيطرة الثقافية اللي مازال في ذهن بعض النخبة اللي كدين لفرنسا. واليوم كنقولها العربون ها هو باين في القارة السمراء في القارة الإفريقية، وما يقع فيها خير دليل على أن فرنسا لم تعد
ذلك المثال الذي يحتذى به، ويجب الانفتاح على ثقافات أخرى وعلى لغات أخرى وتقوية الهوية وتقوية اللغة اللي باغي ياسر من الناس اليوماتي وياسر المسؤولين عن في البلاد ديالنا يضربوها. نقطة أخرى بغيت نقول على أنه عندما تتجول في شوارع بعض المدن المغربية تلقى للأسف الشديد أسماء المطاعم وأسماء الفنادق وأسماء المقاهي كلها باللغة الفرنسية، وكأن اللغة العربية واللغة الأمازية عاقمتين ما فيهم اسم يقدو يسمىو به المقاهي ولا المطاعم غير اللغة الفرنسية. للأسف الشديد راهي مراكش ما هي باريس، أكادير ما هي باريس، دار البيضاء ما هي باريس، غيرها من المدن المغربية ما هي باريس. هذا راهو المغرب اللي عنده 12 قرن وعنده حضارة ضاربة في القدم، إذا خاصنا نفتخروا بها وخاصنا نقووها. وبغيت نقول باش نختم والله العظيم ما شايتنا حد لا فرنسا ولا غيرها من الدول الأوروبية حتى شي حاجة، شايتنا بالنظام بالقانون بمجموعة من المسائل، محاربة الفساد بمجموعة من المسائل اللي لا طبقناها عندنا. عندنا مجموعة من الإمكانيات الكبيرة اللي ما هي عندهم، إمكانيات بشرية وإمكانيات طبعا جغرافية حبان الله بها، موقع جغرافي متميز، ولكن للأسف اللي خرج علينا رانا عارفينه، خرجت علينا مجموعة من النخب السياسية الفاسدة، وخرجت علينا بزاف بزاف ديال الحوايج اللي مازلنا ما طبقناها، وإلا طبقناها كونوا على يقين سنضاهي فرنسا ونفوتوا هذيك الجهة ونفوتوا بعض البلدان ايضا الاوروبيه وغير الاوروبيه، ولكن للاسف الشديد مازلنا ما وعينا ومازلنا ما عطينا القيمه لروسنا ولهويتنا وثقافتنا ولغتنا. تحياتي لكم، السلام عليكم.